ينضم إلينا الآن من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك ردود الفعل إن صدرت في أديس أبابا وماذا عن الاتحاد الأفريقي. نعم، حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء من الاتحاد الأفريقي، ربما فاجأ الجابانيون وما حدث في الجابون ليس بعيد مما حدث في النيجر، التجربة شبيهة وقريبة من بعضها البعض، حيث أن هناك كبار من الضباط انقلبوا على الانتخابات وقالوا أنها مزورة وحاولوا إعادة السلام إلى البلاد، وبذلك يعني عملوا على إغلاق الحدود وإيقاف يعني نتيجة الانتخابات وعدم اعتبارها بشكل أو آخر، ولذلك فإن الأمر يبدو مشابها كما هو الحال في النيجر. أفريقيا ما تزال هي الأخرى تعاني بشكل أو آخر انقلابات كثيرة في القارة الأفريقية، بالرغم من أن الاتحاد الأفريقي ظل ينادي بإسكات البنادق، ولكن هذا المشروع قد يواجه الكثير من التحديات والفشل إذا ما صحت الرواية التي يقولها المراقبون. الانقلابات العسكرية التي تقول دول الاتحاد الأفريقي بأنها غير مقبولة بدأت تنتشر بشكل كبير، وما حدث في الجابون الآن دليل واضح على أن أفريقيا تتجه دولة بعد أخرى ربما في قضايا مشابهة. وبالمقابل أيضا يعني أهل الجابون ربما يريدون الخروج من حكومة البيت الواحد، فكان قبله والده عمر بانغولا الذي حكم البلاد 41 عاما، وهذا الأخير أيضا الذي تم الانقلاب عليه حكم البلاد 14 عاما، ما يعني أن 55 عاما من حكم البلاد كانت تحت سيطرة أسرة واحدة. ولذلك فإن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالتهميش والاستعمار وقضايا الدفاع عن السلام، لكل دولة ربما مختلف من القضايا التي تقوم بالانقلاب عليها، ولكن هذه الظاهرة بدأت تنتشر، وهذا ما يضع الاتحاد الأفريقي ودول الأفريقية وكذلك دول غرب أفريقيا الإكواس في تحدي ربما جديد قد لا تستطيع كل هذه الدول السيطرة عليه إذا لم تكن هناك ربما طرق للحوار بشكل مختلف عما كانت عليه في السابق. شكرا لك مراسلنا جابر منصور، كان معنا من أديس أبابا.